هلا والله شباب، طبعا اليوم انا جبت مقطع جديد من لعبة كروتوبيا، واليوم اخيرا التحديث اللي ننتظره، وما اريد تنتظرونه بس انا انتظره اكثر من شهر حورشة ينزل، لان نزل هالتحديث يمكن اختم السلسلة واجيب 15 ده. هوب كفتر هكا، عرفتوا التحديث وش؟ خلينا نكسر على السريع، خلينا نشوف يطلع منهم شي. حرارتي مالهم ضعيف من شي، ما يطلع جلاك بعد تحديث الهارفستر اتوقع اسمه ايه. اخيرا 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 نزل، اخروه شهر، مفروض قبل شهر هو ينزل. هذا هو، هذا اللي ما يعرفه بسوي شرح على السريع لانه ما يعرفه. هذا اذا يكون عندك شجر مثلا فشتانك او بيمبول او تشاند ثريات، هذا بس تحصدهم يطلع عليك نفس الكيك. كان مثلا طلع لي هاي، عاد هاي نوب، عاد يجيك نوع الكيكة ملونة فيها كل الألوان. هاي سعرها ماري كم، 6 و7 ماري، بس هاي أغلى واحدة. فيا كم تتوقعون حصل من هنا؟ عندي 4 مزارع، مزرعتين في شتانك ومزرعة بيمبول ونص مزرعة بيمبول، يعني مو كاملين، 3 مزارع ونص. كم تتوقعون؟ في واحد كان عنده مزرعتين في شتانك وجاب كم؟ 10 وحدات اتوقع، 10 منديل غالية اللي اسعارها 6 او ما ادري كم بالضبط، بس المهم هي الغالية، جاب 10 كاملة منها. كم تتوقعون انا اجيب؟ انا الصراحة اتوقع 15. كل واحد الحين يكتب في التعليقات كم تتوقعون. وهذه الحلقة يمكن اخليها جزئين، يمكن مرة. ويلا نتركم مع المقطع.
Thank you.